إذا متابعي قناة شاب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة البغاز مدينة طنجة. كما قريتو في العنوان، برافو الطنجاويات، النساء خرجوا قبل أذان الفجر بساعة باش يمشيو لخدمتهم، والمشهد خير دليل وخير متحدث عن نفسه بنفسه. كنشوفو نساء ورجال غاديين في هذا الأثناء لخدمتهم، الله يوفقنا ويوفقهم ويوفقكم حتى نتوما يا رب العالمين. هذه المشاهد اللي صراحة واجب علينا الافتخار والاعتزاز بها، من ناحيه كما كنقول دائما ناحيه الامان. نتحدث عن ساعه قبل اذان الفجر، كاين اللي مشى لخدمته كاين اللي عاد خارج دابا، يعني الحمد لله الامان في بلادنا كاين في اي وقت. قضيه المراه المغربيه الحاضره، كما قلت المراه المغربيه الحاضره في كل المجالات، حتى هذا موضوع واجب علينا اننا نفتخر ونعتز به. فرص الشغل اللي كاينه في بلادنا الحمد لله كاينه، المراه القويه المناضله المجاهده الشريفه كاينه في مجتمعنا الحمد لله. هذا هو المجتمع المغربي، فتحية لكل امرأة شريفة عفيفة، تحية لكل الناس اللي خارجين في هذا الأثناء يخدموا على وليداتهم، يخدموا على مستقبلهم، يخدموا على وليداتهم ووالديهم. الله يوفقنا ويوفق الجميع يا رب العالمين. متابعينا الأوفياء، كما كنقول دائما احنا ماشي كننقصوا ولا ربما كنشوفوا هذا البث اننا كنشوفوا شي حد، بالعكس احنا كنفتخروا بهذ الناس. هاد الناس هادو اللي شافوا هذا البث المباشر، احنا كنبغيو نقولوا لهم فرحانين بكم، فخورين بكم، فخورين بإنجازاتكم، فالله يوفقكم يا رب العالمين لكل خير. تحية رجال الأمن الوطني اللي حتى هما حاضرين في هذا البث المباشر وفي هذا المشهد هذا، اللي غاديين لأعمالهم. الله يوفق الجميع يا رب العالمين. أنتم متابعين الأوفياء، كتبوا لي واش مشيتوا لخدمتكم، واش باقين، واش فيقتوا ولا مازال. طبعا انا كنعرف انه في المدن الكبيره، سواء مدينه القنيطره، سواء الطربيده، سواء مدينه طنجه، سواء بزاف ديال المدن اللي كتوفر على مناطق صناعيه كثيره، هذه المدن هذه فيها بزاف ديال الناس اللي كيخدموا حتى بالليل 24 ساعه على 24 ساعه، كيتسموا الطورنو او الافواج. انا متاكد انه كاين ناس اللي باقين لهذا الاثناء او في هذا الوقت خدامين. الله يوفقهم يا رب العالمين ويوفقكم حتى نتوما متابعي الأوفياء. هذا البث هذا كان بث مباشر قصير، نشاركوا معكم هذا المشهد هذا ساعه قبل اذان الفجر لرفع المعنويات. نقول لذاك الناس اللي كيتسناو من الاباء ديالهم يعطيوهم، الناس اللي كيقولوا ما كايناش خدمه في البلاد، ها هي المشاهد قدامكم، نتوما حكموا، حنا ما نقدروا نقول لكم والو. متابعي الأوفياء، على امل ان التقي بكم ان شاء الله في بثوث مباشره اخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.